مش معنى ان احنا قرايب يبقى انا مضطرة ان استحمل الطريقة اللي حضرتك او حضرتك بتتعاملوا معايا بيها. مش كل القرايب بيستحقوا انهم يكونوا جزء من يومنا. في ناس بيبقى لقائهم مريح وبسيط ومعاه كده ذكريات حلوة من واحنا صغيرين، وناس تانية بيسببوا لنا اذى مش طبيعي واحنا صغيرين وحتى لما كبرنا. فمش لازم خالص ان احنا نقعد مع ناس بيقللوا مننا او بيضرونا نفسيا او جسديا، والموضوع ده ملوش علاقة خالص بقلة الادب او عدم الاحترام. الموضوع له علاقة بان انا ازاي بحمي نفسي من الاذى. افراد عيلتك القريبين او البعاد هم اول ناس بتأثر على شخصيتك ونفسيتك من وانت صغير. فمثلا لو حد من عيلتك دي كان شايف انك انت فاشل ملكش لازمة او كان بيتنمر عليك، مهما كبرت وحاولت انك تشتغل على نفسك بيفضل دايما في صوت جواك كده مصر ان انت فاشل مهما عملت. وده لانه احنا صغيرين بنستمد قيمتنا من رأي الناس فينا، فشوية شوية لما بنكبر بنلاقي نفسنا بنتقبل نفس المعاملة السيئة ومن ناس بره العيلة كمان، ومن غير حتى ما ناخد بالنا بنلاقي ان احنا بنقع في نفس انماط الأذية. فمثلا لو حد كان بيمد ايده علينا واحنا صغيرين، لما بندخل في علاقة بنتقبل ان حد يمد ايده علينا واحنا كبار. ولو ما حدش مثلا كان بيسمع لرأيك فهتلاقي نفسك متورط مع ناس بيمشوا رأيهم في كل حاجة، فلو مثلا عايز تتكلم في حاجة مضايقاك هتلاقيهم بيتريقوا عليك ومش بيحاولوا انهم يفهموك او يسمعوك اصلا. وجودنا مع النوع ده من القرايب في التجمعات مش بس بيمنع ان احنا نشتغل على نفسنا ونحبها اكتر، لا ده كمان اول ما بنشوفهم بيخلينا نسترجع كل الذكريات المؤلمة اللي كنا بنحسها زمان ونرجع تاني لنقطة الصفر. والكلام ده واحنا كبار وناضجين وقادرين ان احنا ندافع على نفسنا بشكل احسن. فلو لقيت انك مضطر انك تقعد مع النوع ده من القرايب في اي تجمعات او خروج عائلية حاول ان انت تتجنبهم. ولو عندك حد من قرايبك قريب ليك بتحب انك انت تقعد معاه، اقعد معاه كام ساعة دول. ولو مفيش حاول ان انت تعزم حد من صحابك قريب ليك في الخروجة دي. ونصيحة، ما تحاولش خالص ان انت تدخل معاهم في جدال لان الكلام معاهم هيتعبك نفسيا. وفي الاخر احنا مش بنقدر نختار عيلتنا، بس بنقدر دايما نختار انكم تشوفوني اخر حاجة قبل ما تناموا.